واش ما معكم لامين هذا الفيديو راح نشوف واحد الجروب فيسبوك لي تريكوموندا لي بالبزاف 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 ودرت عليه ديجا فيديو عندها بزاف واحد العامين ولا ثلاثه والجروب هذايا واسمو جنان زافيرو رانا رايحين بيسيكلي نشوفو لي بوبليكاسيون لي فيه او وي ويل رياكت تو ذم هذا الجروب فيه اكثر من 600 من 1000 عضو الداخل سو so, راح نضربو ونطلع عليه ونشوفو اذا مازالو كيما كان ولا راهوك احسن ولا راهوك اسوء الى اخره سبسكرايب في طريقك كي دير جامي اذا حبيت اند ليتس جو عندك اول بيبليكاسيون هنايا هذا فكاهي قال لك كي تتزوجوا ما تجيبوش بزاف دراري باش كي تخلوا الورد يكفيكم الفكاهه عنده حبسة حبيبنا هذا سو يا so, uh, yeah. كي تزوجوا ما تجيبوش بزاف دراري باش يكفيهم الورد مساكن <applause> ها آه عندنا بيبليكاسيون واحده اخرى بيبليكاسيون تاع الكذب متداول قال لك واحد حرقت دات وليدها عمره ثلاث شهور طريق كامل هو يبكي باه ما يسمعوش لا مارين في البحر الخرطة طي راك من اجل ليك ليك بيكوز اولا عجبتني هذه الطريق كامل هو يبكي وثانيا وين وين راح يسمعوا متى في وسط البحر هذي اه اي كانت معاهم هذو اي كانت اه ليتس جو تو نكست وخلاص انتوما حبيتوا هذا الجروب عبدو وي شيما كون حبيتني كيما حبيتك ما نوصلش هذه الحاله صم فودو سطاف هنايا راكي توجدي للقرايه دبليو صاحبنا ماشي سامع كاع وش هاد الفودو فيس اللي هنا اه راح في الرحله حبيبنا راح في الرحله فور ريل اللي راهم بلا زواج شحال في عمركم باش الواحد يرتاح نفسيا عشان راك طم في لي زاج تاع العباد باش ترتاح نفسيا الحاله هنا كاين 152 كومنتار صافي فريمون بليزير العباد راهم انتيراكتيو انتيراجيو مع هاد لي بوبليكاسيون اللي فيهم نيفو انتيليكتويال هارب بزاف كيما هذا سؤال مهم اللي راهم بلا زواج شحال في عمركم باش الواحد يرتاح نفسيا شحال في عمره خمسة 45 سنه اللي بوستا <applause> عندنا حكاية قد الدنيا او ويت رسائلكم انا دوت رسائلكم كاع انا منهم شرس... شو رسائلكم متداول ومنقول هادوما كاع انا عندي خرطي كاع ما انا منهمش على خاطر يكذبون راك فاهم ما نحتاج ناس واعيين يسمعوني تعيشوا انا طفلة عمري 27 سنه عندي بابا ماشي راضي عليا من نهار عصيتو ما بغيتش نحبس قرايتي وكملت كنت داك وين طلع الثانويه حبسني ما بغيتش نحبس قريت حتى ثلاثه ثانوي بحكم احنا ساكنين في الدوار كان جدي اب الام تاعي هو يبعث لي باه نقرا وباه نركب ترونسبور وصلت للباك ما نجحش. من هذاك العام عمري 18 سنه انا في دار هادو 9 سنوات كامل ما خرجت ما قريت ما خدمت ما تعلمت حتى حاجه غير حاكمه شوكه في الدار ونخمم ونبكي نصلي ونبكي عندي عام منين درت منحه البطاله هزيت 5 شهور وعيطولي نقرا شريت تليفون شريت تليفون درت سبب بختى نقريها به ونجبد لها بحوث وواجبات به بالسيف خلاني درتو بابا معقد بزاف ما لقيت له حتى حل قلت له حاولت نشري له الهدايا نفكروا في عيد ميلاده ما لقيت كيفاه نخليه يحبني كنت نروح عند جدي ومن تم نروح للطبيب النفسي قال لي لازم لك تخرجي من اكتئاب اللي فيك حاولي تقراي وتعمري وقتك ومن جهه انا مريضه بعينية ما كنتش نداوي وانا صغيره درك كي رحت للطبيب قال لي لازم لك عمليه عين ما تشوفش بها وعين كل عام تنقص لي 0.5 حبيت نخدم من لمحق العمليه ونداوي روحي من فقر الدم ما لقيتش كيفاش ندير خاوتي كيفاه نطلب حقي من بابا ونقول له والله محتاجه نداوي روحي منين نقول له محتاجه نخدم يقول لي هزي قشك وروحي ليا من هنا ما عنديش بنات يخرجوا يلقاني نصلي يلوح لي شرات يلقاني نمد الماكلة القطاط ولا الفلاق يقول ربات روحها حتى تربي حيوان ما حل شحال كراه اي في لحياتي والله واش نديرتي اوكي هادو اي ثينك اي ثينك وقيلة مشاكل كيما هادو ما لازم تسقسي معك تسقسي جدك اللي كان يعاونك تسقسي الدولة اذا <applause> كأن حقرة كبيره شايف اذا كانت تما فايس آه يشكلوا خطر على حياتك انا مش ماشي الاب هذا ما يداويش عيني بنتو يعني كاينه فايس مرنكين اكثر من هكذا يصراو في البلاد بصح اي دونت ثينك فيسبوك عند عيب راندم بنادم هكذا في الفيسبوك في جروب يبعث رساله باش تحطيها في هاد الجروب باش الناس يجوا يقولوا عليه بس كاع واش يقولوا الناس كيما يقولوا لي كومنتار كاع يريبوندي ريبونس وحده اه رفدي روحك وروحي عيشي عند جدك اه روحي عيشي عند جدك لايك اتس ذات سيمبل راك فاهم مشاكل كبار كيما هادوما ماشي هكذا كبرك ارباح وفتحهم آه الله يكون في العون الله يكون في العون نجمع واحده في السيتياسيون هادية اي دونت ثينك فيسبوك از ذا بيست بليس اللي تصيف فيه المعاونه في مثل هاد العفايس بصح ما باليش اليوم عندنا واحده 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 اخرى تاع ما نقول عندي 8 اعوام زواج انا في عمري 35 سنه من عوام زواج تسمى 27 سنه تزوج اوكي والزوجه عمرها 32 سنه ثلاث اولاد وانا مازلني مبان صغير عكس الزوجه تبان عجوزه اه Another piece of shit human ماشي كيتش كامل هذا الحكايه معليش كرهتها رقاد ونرقد وحدي في الصالون ما لقيتش كيفاش ندير لها بسبه ندير بسبه الاولاد خايف نروح للحرام والطلاق ماهوش حل جبت لها الزواج خلات في الدار عطوني حل راني خوكم ونصيحه كي تزوج تشوف واحدة اقل منك بعشر سنوات او اكثر باش تبقى تبان لك ديما صغيره يا واحد البنادم اللي في يدك فيل يا اللي بيدو فيل يا اور اور امبريس ذا ايج تاعك يا سيدي بلاد ثينكس هي لوكس يونغ بروبلي لوكس اولد از طلق تو سامبلومون طلق هذا ما كان تكره لها في حياتها وتكره في حياتك معاها بنادم كيما هذا ماشي مليح يتزوج لا لا, لا روح الله الحرام وخلاص استغفر الله يا ربي قاعد بيا تزوج <applause> <applause> طفله باش قالوا تزوج 10 سنين ولا صغيره عليك اكثر انت ما تزوجش انت يا نورمالمون انت نورمالمون يديروا لك ورقه هكذا اوفيسيال مسينيا ما عند الدوله بلي هذا الانسان ممنوع عليه يتزوج ولا ي... يدير بروكرييشن اي ثينك ذيس از فيك بصح معليش حنا ناخذوا كاع لي بيبليكاسيون اللي هناك شغل زعما كاين منهم هكا منامنوهم كاع باسكو كابابل كاين اللي كاين منهم وكابابل لا بلو منهم فيك ثاني بصح حنا نامنوهم كاع معليش فور ذا سيك اوف ذا فيديو بصح شو صار في الجزائر يا جدك من رسائلكم واحدة اخرى الشيخي ملي ما تراجلي قعدت في داري وحدي كامل سمحوا فيا بابا ما كانش خاوتي ما كانش خاوتي ما كانش نهار تفكرني وما كانش كاع اللي يجي ليا ولا يتفكرني غير شيخي هو ليجي يجي من بعيد يقضي لي ويشري لي حوايج لوليدي كي قريت كي قربت الدخله تاع كل في هاد السخانه وجاب لي ادوات تاعهم ملابس من كل نوع ليا ولادي صد مدلي لي خمس ملايين قال لي باش تكملوا مصروف سخانه مسكين يسكن بعيد علينا بسبعين كيلومتر قال لي بنتي مادام راني في حيات نجيكم نجيكم ليك ولادي لا بغات نسحف ادعو له ما عنديش من غيرهم في الدنيا اه But actually, this is a wholesome story. Safi Blazer. يعطيه الصحة. God bless him. Let's go. We got من رسائلكم. <applause> <applause> صباح رحت أنا وماما حبينا نخطبوا وحدة لخويا. هو بغاها وقال ماما خطبيها لي. طريق ست سوايع من سطيف المعسكر هي معسكرية كي دخلنا الله يبارك البيت نضيف وحطونا الماكلة ديسار القهوة كلش بالطبع والطفلة جاية سمراء ورقيقة كي رحنا للدار ما قاتلوه ما عجبتنيش ديتنا لطرف الجزائر على جال هذيك وهو كسر كامل الدنيا الباب تاع الصاله كسرو كامل حتى تليفونه كسرو وخرج والطفله راها تعيط عندي وتبعت في لي ميساج تحيرت عليه واش نقول لها ما نقول رسائلكم وزيد منقول. فهم منقول. ما نقول فاهم روحك رسائلكم ولا ما نقول ايز فيك ستوري بصح عندي ماجيني بلي صح دوكا هذا يما قاتلو وليدي طفلة ما عجبتنيش قيتنا هكذا <applause> في جديم ما روحك نار قال اتاك كان ما يروحك وش بيك اي 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 كان ما يروحك سيد نادي يكسر في الدنيا تمتم قال لي كلش كلش ما في المراه اللي ما من بها المراه ناطيات كان ما روحك وقصر قصر مع يماك عادي نورمال قنعها نورمال الا ما عجبتهاش ما عجبتهاش اياه غادي يكسر في الدنيا راد فلاك كبير ماشي مليح تتزوج بيك المراه هذيك تما كل ما تكسر عليها الدار ولا كيفاش واو انجر ايشيوز يا جدك هاد الكومنتار هذا ليك واش قال له بليس تبعني يوم. تبعني مول بيبليكاسيون مير كونتريبيتور ولي كومنتات مير كونتريبيتريس تانيك الله يبارك عندك وقت فراغ بزاف في حياتك اكبر هدف عندك تحط بيبليكاسيون وتجيب الله اوف فولورز اه سوري مور كومنتس واو واي تهضر اونجري شباب تاع الجزائر مسكين را... راكم غير تزيدوا تضيعوا معنا عندها عندها 107 ريبونس على الكومنتار تاعها هذايا دوكا فهميني يا فتاة كيفاش تقولي للسيد هذاك عندك وقت فراغ بزاف في حياتك اكبر هدف عندك تحط بيبليكاسيون كدا وانت ميور كونتريبيوتريس في هذا الجروب كيما هو تما تحطوا في زوج تحطوا بزاف لي بيبليكاسيون ولا تكومنتي بالك بزاف خلي سيدي يزعل على بلا فيك ستوريز بصح خليه يزعل خلي المصغر يزعل <applause> ليتس جو عندنا من رسائلكم كل عادة ولدي حط رسائل تاع This never ceases to amaze me من رسائلكم بنات أنا متزوجة جديد متزوجة جديد أوكي okay. نسكن مع بيت آه مع بيت شيخي في دار وحدة وات 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 ويت what وات 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 نو وات نو واش ينكملوا وين ينكملوا من بعد ساهل ومن بعد وعندي سلفتين مرت خو راجلي تاني معانا كبير عليا ايا هي دارتني صغيرة ما تحاسبنيش على شغل تنوض تخدم واش قدرات وتقعد جامي لقات لقات خدمي اما انا ارتحت لها قلت لها ما نعرفش نطيب مليح مليح كي نكوني طيبي وريلي لي بتخرج ماكلة بنينة ايا هي دارتني كي بنتها وما خبت عليا والو توريلي كل كلشي وجامي ضحكت عليا ضحكت عليا ايا البارح الضياف قالت لي جوستين طي طيبين العشاء وسلفتك دير مطلوع ايا قلت لها اوكي بصح كنت خايفه لبست طابليا نتاع شغل ودخلت بعد خمس دقائق دخلت معايا سلفتي ورات لي كلش وخدمت معايا يد بيد حتى انكملت. كملت كملت من بعد قالت لي روحي وجدي روحك ولبسي روبا شابه وماكيي راكي لسه عروس جديده آه انا رحت وجهت روحي ومن بعد كي قعدنا وقالت لهم مش رايكم في الماكله قالوا لها ضياف ما شاء الله قالت لهم طيبتها عروستنا ماكلتها بنينا وقعدت تشكر فيها في وسط جماعه فرحت بزاف والله جاستا داكبر بزاف بزاف عيني والله جاتني الدمعة كي كملنا العشاء تغسل معايا في لها معليش نعنقك هاي عنقتني وبدت تبكي لحد ما فهمتش علاه اليوم كي حكيت مع جوستي قلت لها سلفتي كي عنقتني عاد تبكي ما فهمتش علاش قالت لي كي تيتيما جايه حنينه وحساسة بزاف توك راه قريب عيد ميلادها قولوا لي واش نشري لها؟ اه هذا مكان انذر هولسوم ستوري اوكي اي هوب ذيس از ذيس از ريل وان هذي تبان تاع الصح هذيا تبان تاع الصح بصح شنو هذي الكروب يا جدك الناس هم يحكوا في اسرار ديارهم هم يحكوا هكذا يا في حكايات ديورهم في الاسرار في كلش نورمال عادي جدا هم يحكوا وخلاص دام مين عندهم شغل فارغين شغل they هاف nothing تو دو شغل اوكي uh... okay. رايت right. عندنا رسائلكم مرة أخرى <applause> بنات أجان تعجبني قد في بنات أنا راجل زوالي على قد الحال البارح كنت راقدة في الليل جا نوضني وجايب معاه حبة تفاح وحبة بانان وحبة خوخ وحبة نكتارين وفرحان بروحه والمشكل جايب معاه خدمي باش يقسم معايا قلت له نندب على ظهري جايب لي هذا الديسير وجاي فرحان بروحك شوف سيد شوف الرجال واش يشرون وغير جاخد ميدو حقي وحدي حسيت اني تمر ذيس از فيك ذيس از فيك هادي ما كاش منها واذا كاينه منها هادي حاجه بيزار بزاف تبارطاجيها مع العباد باش تبين روحك مراعيانه يعني. باسكو هادي هي فيك بالبزاف بين يبينو زعما نشوش تو زعما تري <applause> غاليست هيرز ذا بروف بلي لي بيبليكاسيون لي فاتت فيك باسكو تعاود تبارطاجات برك بطريقه اخرى واقيلا راه مام كاع اكزاكتومون لا ميم يا سيس فيك ليتس جو راك شايف بلي هاد فيها فايس فيه هكذا بصح فيه كاش وحده متزوجه من, من الجيت باتلي؟ لي وات از رونج ويز يو وش بيك ما خطبك ما خطبكم يا ايها القوم ما خطبكم يا ايها الحمقى ما خطبكم يا ايها البغال واش ابا بابا با انكروايابل با انا وريكم صم دم دم بوست هذي حاطة راجل هذيا وكاتب ما تقولوا ليش راكو تتعذبوا سو ولا على باش تعجبونا يا خو شحال من خطره يقعدوا يعاودوا لك وشحال من خطره قالوها لنا اتس نوت فور اس لا يلبسنا لنا ولا يتزيننا لنا ولا يتعذبنا لنا ولا يلبسنا الطالون لنا being a pick me ارفد شويه الرجوله تاعك من الارض ووقف واحد راسك فوق كتافك يا البغل كبير على يعني التبهليل هذا بيبليكاسيون تاع الحمير هذوما واو واو اي ونت وايلد اون هيم على بالك يا سوري المهم يا يا مرة اون سانت وراجل اون سانت مر راسو كيفاش راح يزيد من فمه هذا آه وش تصور هادو أوكي يو نو وات ليتس ريد ذا لاست وان أي نشوفوا راقع تلقيت من هاد الجروب هذا شكون ريكوموندا هاد الجروب هذا حقا شكون نضرب طلع على شكون ريكوموندا لي هاد الجروب باسكو دامت ما كتبتش ما كتبتش شكون ريكوموندا هاد الجروب معليش بيبليكاسيون الأخرى رسائلكم أنا طلقت عندي عامين طلقت بسبب ولدي زواج. وات كنت متزوجة مع راجل ما كانش كيبو فيه كامل المواصفات أي وحدة تتمناه يا شر جبت مع الولد الأول وهو فرحان به فرحان ما كانش كيفها ومقلشو وقلاش قلاش ربي بارك آه, ربي بارك لي عالم وطلقي قال لي ما نجيبوش كثر من ولد واحد يعني صايم ما تزيديش ترفدي قدر الله ورفت بالزاوج شغل عفسام شو اوبسيون ديزاكتيفي هادي حكم لي بارامتر تاع مرتو دار بيبي ليميت 1 توت هكذا قاعد بيا فايس هادو والله الله اكبر التم تبدل تعاملوا معايا حتى وصل طلقني كي ولدت طلقني كي ولدت ارسل لي قال نمدوه ورجعي لي واه ومن يوم طلقنا عامين لليوم يقول لي رجعي لي ارجعي لي نمدوه ورجعي ما قبلتش نمدو وات بارح كامل دارو دارو جديده اللي بناها وعيط لي. بارح كمل دارو جديده اللي بناها وعيط لي قال لي هذه اخر مره نزيد نطلب منك ترجعي طلب رجوع ولا انسان يكمل حياته ويتزوج بوحده ما تولج. انا رفضت اني نرجع لانه باغي مد ولدي الزاوج كل عشيه يجي ويخرج ولدو الاول والزاوج مازال لحد الان وما شاف في وجهه هل غلط كي مانيش باغي نرجع له ولا نكمل ونربي ولادي وحدي العلم دارنا وانا درنا كامل الحلول حضروا معاه ناس والائمه ويسقسوه يقولوا له هذا ماشي ولدك يقول لهم ولدي بصح مانيش باغيه نمدو خير في, في في تاريخ القصص المزيفة هذه أزيف قصة مزيفة تدي الطروفي تاع القصة المزيفة الأكثر زيفا في الدنيا حرش بيا دقمبر بيا ما صبتوش تفيكي تفيكي هذه ايه روح 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 خرج خرج طير طير خرج الباب راهي هيك اخرج وما تعاوش تولي أم <applause> يو جماعة يو كان سبسكرايب تو ذا تشانل خلينا نلحقوا 70000 ابوني السين بلي لايك ذا فيديو اذا عجبتك اذا فيديو سيميلار يو كان كليك اون ذيس فيديو زيد تشوفها بعد هذا الفيديو اذا راك في المود اند نتلاقاو المره القادمه ان شاء الله هذا ما كان سلام